عليكم. بس عليك سلام. احنا مرة اخرى كنلتحقوا بكم. قربينا شنو نديروا اليوم وشنو بلاصة كاين اليوم؟ ان شاء الله عندنا الحصة الثالثة ديال المدرسة الحقلية. كاينين حنا متواجدين في جامعة ديال عين تفالي اقليم سيدي قاسم، تحت منطقة نفوذ مركز الاستشارة الفلاحية حد الكرت. كيف قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي تكون عندنا الحصة الثالثة ديال المدرسة الحقلية زراعة الزيتون، اللي غادي نهضروا فيها على الآفات ديال شجرة الزيتون، الأمراض والحشرات اللي كتصيبهم لينا. نشوفوا نمشيو عند الفلاح ان شاء الله. السلام عليكم، أميمة الوطني مستشارة فلاحية في مركز الاستشارة الفلاحية حد كورت. اليوم إن شاء الله كانت عندنا الحصة الثالثة ديال المدرسة الحقلية اللي تكلمنا فيها على الآفات اللي كيصيبوا لنا شجرة الزيتون، الأمراض والحشرات. بالنسبة للحشرات اللي تكلمنا عليهم، تكلمنا على البسيل، حشرة ديال البصويفة كيف كيسميوها الفلاحة. هاد الحشرة هادي الأسباب ديالها والأضرار اللي كدير لنا، وتكلمنا كذلك على الدبابة ديال الزيتون، تكلمنا كذلك على الحشرة ديال لاتين فراشة الزيتون، وكذلك هضرنا على الحشرات أخرى اللي كيصيبوا لنا شجرة ديال الزيتون. بالنسبة للأمراض تكلمنا على مرض عين الطوس، وهضرنا كذلك على المرض ديال سول الزيتون. بالنسبه للحشرات ديال البصويفه فهي كدير لنا بزاف ديال الاضرار، تقدر تؤدي لنا الفقدان الكامل للمنتوج الا لقينا اكثر من 30 يرقه في الباقه الواحده. داكشي علاش كيخصنا ضروري من المراقبه ديال الفدان ديالنا، المراقبه ديال الشجره ديال الزيتون ديالنا كيخصنا نراقبوه ونشوفوا شحال فوقاش كيخصني ندخل فوقاش ما كيخصنيش ندخل. بحال مثلا الا لقيت في الشجره ديالي لقيت قل من 10 ديال اليرقات في الباقه الواحده، كيخصني ندخل اكثر من 10 في الباقه الواحده، كيخصني ندخل ضروري مبيد حشري، حيت كيف ما كنعرفوا ان هذه الحشره هذه كتسبب لنا اضرار بزاف، اللي هي كدير لنا واحد الماده، واحد الصوفه على النواره، وبالتالي كتخنقها وكطيح، وكدير لنا واحد الماده عسليه. هذه الماده العسليه فهي كتكون عندنا هي البيئه، كدير لنا بيئه مناسبه باش كيفاش كيتكون عندنا الخماش. بالنسبه للحشرات الاخرين اللي هضرنا عليهم، هضرنا كذلك على الدبابه ديال الزيتون. هاد دبابه الزيتون كيف ما كنعرفوا هي من الاخطر الحشرات اللي كتصيب لنا الشجره ديال الزيتون، اللي كتقدر حتى هي كدير لنا الخسائر اللي هي بزاف، حيت هاد الحشره هذه كتبقى تاكل لنا على اللب ديال الثمار، وبالتالي كتؤدي لتساقط ديال الثمار، تؤدي لنا الارتفاع ديال النسبه ديال الحموضه، وبالتالي هاد كيولي عندنا واحد الزيت اللي هو ماشي صالح للاستهلاك. داكشي علاش كيخصنا ضروري ندخلو للوقايه باستعمال مصائد، كيخصنا ضروري نراقبوهم باش نعرفوا فوقاش كيخصنا ندخلو فوقاش لا، وكذلك في الوقيته باش كنعرفوا اننا من خلال دوك المراقبه ديال دوك المصائد والتغيير ديالهم بصفه دوريه من مثلا كل اسبوع، والمراقبه ديالهم كيخصني ضروري لقيت ان العدد ديال الذبابات اللي هو مرتفع، فكيخصني ضروري ندخل بواحد المبيد حشري للقضاء على هاد الذبابه. وبالنسبه للامراض اللي هضرنا عليهم، الامراض هضرنا على مرض عين الطوس، كيف ما كنعرفوا ان هذا المرض هو من اخطر الامراض اللي كتصيب لنا الشجره ديال الزيتون في المغرب، ناتج على سبب ديال ارتفاع الرطوبه، وناتج بسبب واحد الطفيلي فطري. هاد الطفيلي فطري اللي كيؤدي لنا لتساقط ديال الاوراق ديال الزيتون، وهاد المرض هذا كيخصنا ضروري ندخلو للمحاربه ديالو باستعمال المبيد فطري. هذا المبيد فطري اللي كيكون بحال لوكسيكلور دو كويفر القضاء عليه، غير بحال ديك ديال العنكبوت ولكن هي صغيره كتشدها في الاسلطه هذيك غير كتشدها. فعلا عنده صار في تقيس العود صافي ورا مارس تقيس جيبيه وي هذيك بصح. وكاينه هذيك الحشره اللي كتجي لك لهنا وعندها واحد المنقار ديالها كبير اللي كتضرب لك هذا بحال ضربات المنشار. السلام عليكم، اسم كامل نور الدين المتنبي. تشكر السيدة أميمة مستشارة من حد كورت. الموضوع ديالنا على حسب حول
بصويفة، لأن هذا البصويفة مرض خطير وعلى الدبابة وعلى بزاف الأمراض. وربما هذا المخطط هذا الأخضر اللي استثار به سيدنا، لأن أعطى واحد الإمكانيات كبيرة للشباب ككل، والله ينصر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معك اسم كامل عمراني عبد الحنين، جماعة عين فالي، بوار الشوية برياتل. استفدنا في هذه الحملة التحسيسية ديال الاستشارة الفلاحية مكتب حد كورت، مجموعة من المعلومات حول شجرة الزيتون وما يضرها من يصيبها من مخاطر بسبب الأمراض والحشرات اللي كتقيسها. فهذه الحملة استفدنا مجموعة من المعلومات حول هذه الشجرة كما قلت. وكاين المستشارة شرحت لنا العديد من المعلومات حول هذه الأمراض اللي كتصيب هذه الشجرة، فيما خص منها الدبابة البيضاء وكذا أعداء السل.